أحال المدعي العام المالي علي إبراهيم رجل الأعمال كامل أمهز وعسكريين هما الدركي علي أمهز والمؤهل أول مارون بو عبد الله إلى القضاء العسكري بعدما ادعى عليهم. لحالة إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة جاءت بعدما ثبت تورط العسكريين في قضية تهريب أجهزة خلوية والتماس رشوة. وفي معلومات خاصة بالجديد أفادت مصادر مطلعة على التحقيق أن الدركي أمهز قد تراجع عن إفادته فيما خص اعترافه بأن حقيبتي الهواتف تعود ملكيتها إلى تاجر الهواتف كامل أمهز. في السياق نفسه دهمت قوة من الجمارك محال أمهز بجميع فروعها في مختلف المناطق حيث كشفت على البضائع فيها واطلعت على الفواتير والبيانات المرتبطة بها وقد نظمت محاضرة لم تعرف تفاصيلها. ما صار شيء عادي، اجت بني فاتحين عادي عم نستقبل زبائن عادي، اجت ناس من الجمارك مثل العادي يعني هن اصلا كل شهر بيطلعوا لعنا يعملوا جردتهم بيطلبوا فواتير الاجهزه اللي عنا واعطيناهم الفواتير وهذا اللي صار بس وعملوا جردتهم الطبيعيه يعني وفلوا. وفور فراغ الجمارك من الكشف فتحت المحال كافه ابوابها لا سيما تلك الكائنه في ضاحيه بيروت الجنوبيه لاستقبال الزبائن على عكس بعض تجار الجملة ومحال بيع الأجهزة الخلوية في مختلف المناطق إذ انقسموا بين من لم يفتح أبوابه ومن خبأ أجهزته الخلوية في انتظار انتهاء الأزمة. أنا بارمين ثلاث أرباع البلد ما حدا عنده شيء كل خبرية هلا بعد أسبوع ما في تليفون طبعا مين معقول لاقي بس السفن ولا كله إيه كرمال قصة أمهز يعني؟ طب أنت في منطور؟ شوي كون رائع في الأمور شوي كم سوكم شي؟ لم تقف تبعات توقيف أمهز عند شارعه بل تعدتها لتشمل معظم سوق الأجهزة الخلوية. فهل تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في أسعار الأجهزة بعد توقيف أبي القطاع الروحي؟ حسان الرفاعي قناة الجديد.